الجرس. فكر خربوط بحيلة خطيرة، وهي أن يبيع الرمل حيث عرف أنه موجود بكثرة. رمل رمل، اشتروا الرمل من هنا، رمل لجميع الأغراض. دهش خربوط حين لاحظ عدم اهتمام الناس به وببضاعته. إنهم لا يهتمون بي، كيف ألفت انتباههم؟ وجدتها. اقترب خربوط من كومة الرمل ووجه جهاز تغيير الكلمات، وأزال الفاء من كلمة فرس ووضع مكانها الجيم لتصبح الكلمة جرس. رمل رمل، اشتري الرمل من هنا، وإلا سأظل أقرأ الجرس 40 يوما بلياليها. فزع الناس من صوت الجرس وصاحوا: النجدة يا أبو الحروف. أين أبو الحروف؟ انطلق وسط السماء أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السين، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين. إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروف. وأزال أبو الحروف الجيم من كلمة جرس ووضع مكانها الفاء، فأصبحت الكلمة فرس، وعادت المياه إلى مجاريها. سأعود ثانية وسوف ترون. هل يعود خربوط ثانية؟ تابعوا معنا الحلقة القادمة من مغامرات أبي الحروف.